السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن، أي مطبخ أمل. واليوم ما بغيت غنشارك معكم واحد جروسري نات جروسري بات anyway مشتريات من دولار تري. هذا محل كيبيع جميع المنتوجات والمواد غير بدولار، ما يعادل 10 دراهم بالصرف المغربي. وكنت كنخسر بزاف انا في محلات اخرين ان فوا لقيت هذا المحل وليت نخدم منه. هادو دي زيبونج ديال غسيل المواعن، فيها الباكيه فيها جوج ولون وردي ولون اصفر وهما رطب. هذا فريم او كما نقوله بالعربيه كادر ديال التصاور، عجبني صغير 5x7 واللون الفضي ديالو. هادو دي ليغون اللي كنتو شفتو الفيديو ديال كلينين كيت ولا كيفيه هذيك السله اللي كنجمع فيها مواد التنظيف، راني حاطه فيها هاد لي ليغون وكنت خديتهم حتى هما غير دولار. وهادو تي دي ديسك مصنوع بحال توب كنظن، كتحطهم من تحت الكرسي او الفوتوي او اي حاجه ثقيله كتبغي تدفيها، كيحافظوا على الارض وكيساعدوك باش تدفعي اي حاجه ثقيله عندك في الدار. كتحطهم من تحت الرجلين ديال اي كما قلت لكم الفوتويات ولا الكرسي. وحط لكم من لور كيفيه الاستعمال وعلاش كتستعمليه. هذه القرعه عجبتني، خديتها فيها الغطاء ديالها فيها مفاتيح و كنستعملها سيرتو في كنعمرها بالطحين او الدقيق وكنرش فاش كنبغي نسرح العجينه ديالي، كتجي ساهله بلا ما تهزي الدقيق من شي بلاصه بيديك وترشي. الوغ هذه ساهله ورخيصة في نفس الوقت كتساعدك. هادو كرافت بيبر اتيكيت، كتوضعيهم بحال كتعلمي شي حاجة كتكتبي فيها هادي ديال هاد الشيء. هذا كنت كناخدهم انا ب $3.75 $4، لقيت هادي فيها 50 وحدة وغير ب 10 دراهم يعني دولار. رخاصين بزاف وعجبني هاد اللون البيج، انا ديجا عندي داك اللون الاسود كيعجبني اللون الاسود، وهاد لقيتهم اللون البيج قلت نغير. هادو سوبر، هادو بحال داك جيكس اللي عندنا في المغرب، وانا تفاجأت فلقيتو لان كنت كنقلب عليه بزاف، وهو فيه ديجا الصابون كما كتشوفوا. انا ديجا حليت باش نعرف شنو كاين الداخل، فيها تقريبا I think 10، فيها 10 انتما كي كتشوفوا الشكل ديالها. وفعلا هذا المنتوج كيساعد بزاف سكراب، كيساعد بزاف باش يحيد داك الوسخ ديال الكوزينيير ولا المواعن، و بارفو كنغسل بيه حتى هذا الحوض ديال المطبخ. لقيتو حتى في واحد الحانوت ديال الشينوا. هادو ديال لانجيت راني وريتهم لكم كذلك في هذاك الفيديو اللي ذكرتو ديال كلين كيت، كيف هذوك المواد التنظيف اللي كنستعمل، هذوك كنمسح بيه البوتاجير ديال الكوزينه ديزانفيكتان وايبس، فيها 15 ولا مشيتي المحل اخر تلقاهم $2. هادو هاد الشيء اللي وريت لكم في الاول خديتهم غير من دولار تري، وهادو خديتهم من واحد المحل اخر سميتو روس. لقيت هاد الباكيج فيه 3 ديال دوب بريس سيت باش كتضغطي على العجينه، وزوينات
تري بهم داك الساموسا او تورن اوفر كيساعد وتيجي الشكل ديالو زوين. فيها ثلاثه، وحده كبيره في الاحمر، وحده هذه هي الصغيره في الابيض، وهذا هو الشكل ديالها. كتحط العجينه وكتبريسي وكيعطي داك الشكل زوين فاش كتصاوبي الساموسا. كما قلت لكم هذا الصغيره في اللون الابيض، وكان المتوسطه في الب في الزرق ولا تيغوا، كنظن هذا تيغوا، هذا تيغوا. وكاين الكبيره في اللون الاحمر، انا كنظن الكبيره ندير بها داك الخبيزات ديال بولاني، للخبز الافغاني معمر بطاطا. سو متوسطه، وهذه كل استعمال اكثر بالصغيره. ديالها هذه 3 دولار 99، تقريبا 40 درهم مغربيه. وهي في كيدايرين انستراكشن كيفاش تستعمليها، كتقطعي بنفس القالب، كتقطعي داك الدائره، هذا من الورق من اللور، كتقطعي الدائره، وعاد من بعد كتاخدي هذيك الدائره ديال العجينه وكتحطيها هنايا وكتضغطي باش كتحصل على داك نص دائره ديال الساموسا او تورن اوفر. سو هذه بعدا كتستاهل، ودارين مقارنه ان كتاخديها محلات اخرين ب 6 دولار يا 60 درهم. وهذه اللي انا فرحانه بها باش نستعملها، وغادي نشوف واش غادي تكون صالحه ولا ما صالحاش، حيت بارفو كتشري دي برودوي وما كيصدقوش، بحال مثلا داك الفيديو اللي حطيت نتاع القطعه ديال البصله او الخضار، خصك ضروري تكون عندك الخضره طريه. الوغ هذه شتها وقلت زعما نشوف، حيت كتجي صعوبه باش انك تقطعي الاناناس، الوغ غادي نشوف واش غادي تصلح ليا. اون بليس دو سا غادي نحط لكم الفيديو ان شاء الله كيفاش غادي نستعملها، واش غادي تصلح لينا ولا لا. فوالا هادو هما المشتريات، وكما كتبان هنايا من الوراء كيقول لك كيفيه الاستعمال وكيفاش كيخرج الاناناس الباينابل. ونشكركم بزاف على على المشاهده، وكنتمنى ان هاد المشتريات او الفيديو ديال المشتريات اللي خديت اليوم عجبتكم، وكنتمنى وهذا الثمن ديالها ب 4 دولار 99، 5 almost 5 دولار، هي 50 درهم. كنشكركم بزاف على المشاهده، وكنتمنى نلقاكم ان شاء الله في حلقه مقبله من وصفات امل كيتشن، او بحال اليوم مشتريات خديت من محلات. ما تنساوش سبسكرايب تو ماي شانل، وما تنساوش بارطاجيو لي فيديو. ثانك يو سو ماتش، باي.